صباح الخير، صباح الوقاية من الأمراض. اليوم حلقتنا راح يكون موضوعها جدا مهم، هو موضوع عن خشونة الركبة. بداية تعريف إيش هو مفصل الركبة. مفصل الركبة هو عبارة عن التقاء عظمتين، هم عظمة الفخذ وعظمة الساق وعظمة الصابونة، بيحيط فيهم اللي هو الغضاريف والأربطة والأنسجة الداخلية. اليوم راح نعمل تمارين مع الكوتش وليد. صباح الخير كوتش. وراح نحكي فيها من ايش بصير في عنا خشونة الركبة وايش الالام اللي بتصير عنا وكيف احنا نحد من هاي الالام. راح نبلش اول تمرين على المات. راح نحتاج مات وكرسي. الكوتش. طيب، طبعا من اهم التمارين اللي احنا حنعملها اللي هي تقوية العضلة الرباعية والعضلة الخلفية وايضا عضلة البطاط، هي هاي العضلات المحيطة في مفصل الركبة. راح نبلش نثني الماس لخلف، او اذا ما لقينا ماس ممكن نستخدم بشكير او اي فوطه خفيفه. راح نضغط بالركبه للاسفل، تمام، مع شد الامشاط للخلف. نضغط لمده 10 ثواني ونريح. تمام، نضغط كمان مره. ممتاز، ونريح. طبعا في ناس بتحكي انه انا بس بدي امرن الاجر المصابه، لا، احنا لازم نمرن الاجرتين عشان يصير في عندنا بالانس بالعضلات. تمام، نعمل الاجر الثانيه، نضغط للاخر. ممتاز، تمام، نريح. اوكي، نضغط كمان مره. احنا هون بنكون عم نشتغل على انضباط ثابت للعضله الرباعيه. تمام، التمرين اللي بعده اللي هو احنا راح نثني الماس ونحطها تحت الكاحل. تمام، نعمل برضه شد الامشاط للخلف ونضغط بالكاحل على المات ونضغط بالركبه للاسفل. برضه هون عم نشتغل انقباض ثابت للعضله الرباعيه. طبعا من مشاكل خشونه الركبه بتصير عند على الاغلب في تقدم العمر او عند النساء اكثر من عند الرجال. اسبابها كثيره، اللي هي ممكن الاوفر تريننج على مفصل الركبه او الحركه القليله، ممكن برضه وضعيه الجلوس اللي هي تربع على الارض، وايضا كمان صعود الدرج بسبب عندنا كثير الام في مفصل الركبه. تمام، الاجر الثانيه. طبعا موضوع خشونه الركبه هو موضوع مزمن، يعني احنا ما بنعالجه جذري في التمارين، لكن احنا بنحد من الالام. يعني موضوع خشونه الركبه ما بزول، فقط احنا عم بنحد من التمارين بتقويه العضلات المحيطه في مفصل الركبه. تمام، نضغط للاسفل. ممتاز، نريح كمان مره. ممتاز. هلا التمرين اللي بعده حيكون هو تمرين للعضله الرباعيه، للعضله الخلفيه عفوا. بنمد الاجر هاي وبنشتغل على الاجر اليمين، بنشد الامشاط للخلف، بنضغط الكاحل للاسفل. هيك احنا بنكون عم نشتغل على العضله الخلفيه، عضلات الهامسترينج. طبعا مفصل الركبه هو عباره عن مفصل بيستخدم في حركتين، حركه الثني وحركه الفرد للامام. ممتاز، نريح. اوكي، نرجع نعمل كمان مره. زي ما انتم ملاحظين، بنشد الامشاط للخلف اللي هم الاصابع، وبنضغط في الكاحل للاسفل. هيك بنكون عم نشتغل برضه على عضلات الهامسترينج. تمام، نعمل سويتش على الاجر الثانيه. برضه من اغلب المشاكل اللي بتصيب الناس اللي عندهم خشونه في الركبه هي الحد من الحركه، يعني ما بصير في عندنا ثني كثير، ما بيقدر يثني كثير، ما بيقدر يفرد اجره كثير، لما يكون جالس بيواجه صعوبه لما يوقف. تمام، نضغط للاسفل اكثر شوي، نريح. ممتاز، نرجع نعمل كمان مره. ممتاز. هلا بدنا نعمل تمارين تقويه كمان لعضلات الكوادريسبس اللي هي العضله الرباعيه على الكرسي. استريح كوتش. راح نعمل تمرين اسمه ليج اكستنشن، هو احنا بنثني الايد لفوق، بنعمل انقباض لمده ثانيتين وبننزل.
تمام. هذا التمرين بنشغل فيه العضله الرباعيه بطريقه معزوله فقط، يعني ما بيشتغل معنا اي عضله ثانيه غير العضلات الداخليه من هون. برضه بنركز ان احنا نعمل دورسيفلكشن. تمام، شد الانشاط لفوق. جيد. يس، نعمل ثانيه. طبعا خشونه الركبه هي عباره عن الاحتكاك اللي بصير في عظمه الصابونه من الداخل، من سطح الداخل للصابونه، مع السطح الداخلي لمفصل الركبه اللي هي عباره عن التقاء العظمتين والغضاريف الهلاليه او تاكل الغضاريف الهلاليه. طبعا بنتج عن اكثر من شغله، اللي هو بكون مثلا من اصابه الركبه بالكسور، تمزق الاربطه، تمزق الغضاريف، بصير في عندنا بعد هيك زياده الاصابه بموضوع خشونه الركبه. تمام، نعمل كمان وحده. جيد. يس، نعمل الاجر الثانيه. جيد. اذا نلاحظ هون في عندنا انقباض في عضله الكوادريسبس. ممتاز. تو مور. جيد. اخر وحده. ممتاز. هلا حنعمل تمرين لعضلات الهامسترينج. راح نمسك الكرسي من هون ونحاول انه ندفع الاجر للخلف، نثنيها للخلف. هاي حركة من حركات مفصل الركبة بنشغل فيها على عضلات الهامسترينج. جود. يس. جود. زي ما حكينا موضوع خشونة الركبة هو موضوع ممكن انه يتعالج بالادويه، بس زي ما حكينا هو مرض مزمن، فاحنا بالتمارين هاي بنحاول انه احنا نخفف من الالام، نحاول انه احنا نقوي العضلات المحيطه بمفصل الركبه. نعمل سويتش لانه برضه سبب من اسباب خشونه الركبه هي ضعف العضلات المحيطه بمفصل الركبه، سواء كانت العضله الرباعيه او العضله الخلفيه او عضلات البطات. جد. ممتاز. نعمل سويتش. جيد. نعمل سويتش كمان مرة. ممتاز. كمان مرة. جيد. هلا بدنا نحاول نحن نعمل ستريتشنج لعضلات الهامسترينج. بنحاول نحن نرفع الإجر على كرسي، نحاول نسحب المشط للخلف. جيد. تمام، نعمل سويتش. ممتاز. جيد. طبعا هاي المراحل بتكون مراحل اوليه في تاهيل مفصل الركبه، بعد هيك ممكن احنا ننتقل لمراحل ادفانس لما نحس انه في صار عندنا تحسن في الحركه، صارت عندنا الالام تبلش تخف، ممكن بعد هيك احنا ننتقل لجيم او نشوف اخصائي. تمام، يحاول انه يعطينا تمارين ادفانس لهذا الموضوع. تمام، نعمل كمان مره الاجر الشمال، نحاول نزيد مدى الحركه في ستريتشنج. ممتاز. ممتاز، نعمل سويتش. جود. ممتاز، تمام. وهيك بنكون خلصنا موضوعنا اليوم، ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا منه. ننتقل هسه لاستديوهاتنا في دنيا يا دنيا.